علت بها البلاد مع الخلود سر تضل دائما مدى الزمن إلى العلا سير إلى الخلود أبطالنا الذي طحوا نفوسهم لأجل أن تقوم سومالان بذكرهم نحييك فسير إلى الخلود من حمى ديارنا جيشنا البواصل بثقة لهم كذا شجاعة وبثباتهم نحييك العلم وحدة أخوة في المروة برسامي نحييك يا علم عال دوما أباد مع العلا إلى الأباد سوماليلان مع العلا إلى الأباد سوماليلان هذا سماع وهذا سماع حق المعهد الحرفي للفتيات بمجمع الفتيات. هذا انتاج ان شاء الله جيد لقوانا في سومالي لاند. برشيد سومالي لاني في الشارع مؤبتيني وحبر رشد وحبكي فهيدا لقو غيبي مهندس موجود مهندس أمين هذا متخصص في أعمال الخياطة موجود معنا وفي معنا 18 فتاة منهم 13 فتاة يتيمة ودول بيتعلموا معنا حرف الحمد لله. تم إنتاج كل ما يخص الزي المدرسي الخاص بمجمع البنين تم إنتاجه عندنا هنا وهذه نماذج في الخلف. في عندنا أيضا في ايضا في بعض المنتجات الاخرى اللي هي يمكن ان هي تكون روافد لدعم الايتام دوتي يعتبر الزي الخاص بالطباخين وده موجود عندنا موجود في المجمع نعم وده الزي الخاص بالفتيات عندنا هنا بيتم صناعته موجود عندنا وده للحرس الحرس اللي هو خاص بالمجمع نعم موجود
طبعا الهدف من الورشة في عندنا هدفين أساسيين. أول حاجة تدريب البنات بحيث أن توجد حرفة للبنت أن هي ممكن تعمل في الخارج إن شاء الله بعد سنة كاملة. والهدف الثاني دعم الأيتام اللي موجودين عندنا، فهو رافد من روافد دعم الأيتام بحيث أن إن شاء الله في فترة قريبة جدا يتم الاعتماد الكلي من خلال الروافد من خلال سوماليلاند. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. جزاكم الله خير سيارة ونكسن بعد إلى أي مات نو تلاقي يعني هذا اللي دونا دو لا يعني لكن واحد لو قلت تلاقي قيمته فرصنا قعنته والله باري مود مصدي نو شيء شرعيت مدير كمجمعة هدف كوه ري وحويان إن صو صارنا أقانت واحد حرينا ين يا أرض كوجرينا صو صارنا كارل صو صار ينا ده العقب وهن لها إن العقب تكفض يا أقانك أو حويان لوغو بيريو ميزانية ديسا سندك لوغو بيريو هذا الشيء واتكو خلابات وحويان أغانتن كويناتي وحبرشادي إنا إياكونا وحويان وحبرتان لابا سنة مركا يدكتان أما صدح سنة هيدكتان أما سنة هيدكتان إنا الله سيوح يكون شقيسين لهايين سوق كوغلي لهايين هدف كوغور لابا ده هدف بعمشه لغو تلقل إن شاء الله تعالى أفر ما نغو تلقل لي سندك موحن بلاب إن هدو لهاي راهو قيبتي قرحين تأقلضا ayaan bilaabi doonaa haduu ilaahay yiraahdo imika waa dharkii laakiin sanadka insha Allah taasa ku tala jirnaa haduu ilaahay yiraahdo waad maasantii fiina message bukhara mawjuda fi al-mal waxaan yubsaleeyaa barbartini ilmiga bulshada u baratay bo barbartini ilmiga bulshada u baratay bo kuliyo boqo lal kuliyo Bar waqadu dibi chirto Honi mano buhsantahe Bislataya no hane Honi mano buhsantahe Bislataya no hane Honi mano buhsantahe Bislataya no hane Honi mano buhsantahe كتاب الله
تم هنا والمكانات موجودة وكل شيء بس ودي يعني نماذج من الطلاب واحنا خرجنا دفعتين الدفعة الأولى والدفعة الثانية من القسم المهني وفي بعض الخريجين زكريا تعالى زكريا زكريا كان من خريج الدفعة الأولى وتعين معنا شغال معنا هنا الآن معلم معنا هو معلم مساعد كان كاهي أرضي كالكالي وكي أرضي سنة كيو رقم بحي رقم بحي رقم بحي رقم بحي marka macallin baa laga dhigay macallinimadina ku guuleysan alxamdulillaah waa kaalkaaliye oo waxa weeyaan macallin iska wadaadoo ah marka anigu ardayd iyo macallinka ayaan u kala dhaxeeyaa dadana turjumaamaan ahay ta qalabkii iyo mashiinadii aan ku shaqeyn karayo aqoontii xirfadina waan hayaa waxa soo saarnaa maxkamada waxyaabahan soo saarnaa hordooyinka albaabada sarra decorationada waxa soo dhan baan soo saarnaa iyo wixii kale nala keeno inta badan ardaydu carabiga ma soo qaadan say carabiga uu soo qaado marka markuu isagu bartay oo carabigi bartay wuxuu ku guuleystay inuu turjumo wixii meesha jiray uu ku turjumo iyaga u dhaxeeyo waliba haw baro say u shaqeynayaan taasina waa fikrad labaad oo soo baxdo wanaagsan weeyaan maqad fard kull talab lahu maqad khass bihi naam الجوده بتاعتها جوده عاليه فيها شاسيه حديد وخشب طبيعي مش ام دي اف خشب طبيعي هو قبوجيه من قدر كيسو سو شقينيان دبك سو شخريان سي قبوج او قبوجينيان واتا يقو لي ما يدن هرغيت كو قرنتا تلاغدا غوريغا ليركيدا ويا دحمرا سدا او شقيسو يا سي او شيدانتو si loo hagaajinayo la saarida yaa dib xumaatay wixii cilada keenay iyo waxa soo dhameeyay imka talaagada leerkeeda ayaa wadnaa sadkood aragtaan leerkaaga isku soo gelaya laamada gudaha marka saa loo qaado baalka uu shidmayo miftaaxiga ku sii jira termosaadka isagoona markuu baraf badan dareemo ka jaraya kumarsoorka oo yana nasinaya markuu kulayl yar dareemana kicinaya koodhanaya shaqada bilow qabowgii kaarka ka sii wad halka muraaxadiba muraaxadii magmaana taman kariganna muraaxadii muraaxaduna waxay qabataa kan oo kulayl keena oo markii kaas qabow keeno oo cuntada ka soo qaato kulaylkii dadana cuntada markii ka soo qaato kulayl ay qabow isku bedesho ay kulaylkii waa kan ka saaraya kulaylkiina waxa qabajinaysa hawadan dabiiciga qaarna waxa qabajiya muraaxad sida taas kale waxa mudin tan lagu barnaas saddex sano kii saddexaad aan goona ah imga ar maayim ka ardayda ma ku cusba foonki weeyaan anaka ka caawinaa waxa dhigana haa imge barana qaybta qaybta leerka weeyaan haa ardayda waxa lagu baray ardayda waxa lagu baraa sanadka u horeeya ee sidii guriga gelintii xagga hoose lagu baraa sanadka u horeeya guriga gelintii toosilaad ka dhama lagu baraa ee sanadka labaadna waxay qaataan level muxaarakaad wax la yiraahdo deynimooyinki single face case three face ka aha sanadka saddexaadna oo imika joogno taxagumka ay qaataan maanta waxaanu sameynaynaa maanta ku soo beegantay anagoo sameynaynaa lawxad ka kooban tii layerkan weyn waday ahayd ee three face ka ahayd iyo tii single face ka ahayd labadii saacadoodba kadib annagoo u xidheeranayna sidii guryaha la rabay oo caadi ah waxaanu soo qaadnay qaabkan oo automatic ah oo aanu ku samayn doono sidaan ka wada dhigayna gebigooga anagoo daloolina hawsha laakiin ma dhammaystirin
waxaan noqon doonaa kuwa automatic oo sidaan la isku galiyo ardaydu ayagu arkay ay sameeyaan badal ma markii hore aan jiraynay oo sidaa u jiidjiidayno ardayda ma garasay dhibaato kale kulmeysay laakiin wax dhan automatic baan ka dhigaynaa casir bay ku socotaa imika alxamdulillaah tan waa timika three face ka hayd ee guriyaha meesha waaweyn ama maxadooyinka ama meelaha waaweyn laga shaqeeyo lagu rakibo tan waa tii xaafada guriga caadiga ah bas waa tii single face ka hayd marka ardaygu isagoo jooga wuxuu xireerin karaa three face ka iyadoo ah oo tii weynada wuxuu xireerin karaa marka labaad single face ka wuxuu ogaan karaa dabkiisi intuu yahay in biirahaan intuu ku sheegayo faultii intuu ku sheegayo ogaan karaa wuxuu soo galay meesha wax dhibaato hadii ka yimaadeen saacadahan oo cadeynaya saddexda saacadood calaamado u yaaliin taas hadda u shadanta wuxuu ogaanayaa in meesha dhibaato ay soo jirto uu ogaaday isla markaas si uu xalin karo tan marka waa caadi hadda shadanto iyadu waa saxda wadciga saxda ahaa ba sheegaysaa ta hadda shadantana waa khatar weyn meesha waa in kadaba si biil degdeg loo hagaajiyo ay u sheegaysaa casaanka hadda shadanto okay ardayda way wada joogaan intaa qoto su'aal wada weydiin kartaan laakiin raxmaan adoo magaca ku bilaabaya waxa sharaxaad naga siisaa leerkan aad baranaysay muddada baranaysay anoo magacayga ku bilaabaya magacaygu waa cabdiraxmaan shucay ismaaciil laydhkan waxaan dhiganaynay muddo saddex sanaa ayaan dhiganaynay saddex sanaaan dhiganay alxamdulillah maanta waxaan maraynaa sanadkii u dambeeyey waa idinka arkaa intaas alaabahaas ayaan wax ku dhiganaa markaa markii meeshan aan imanaynay laydhka wax fikrada cidina may ka haysan balse laakiin maanta laydhka ama wax kastoo laydhka la shaqeeyo fikrad fiican ayaan ka haysanaa arday fara badan oo naga mid a markii ay baratay suuq ayay geli karta ma kaga shaqaystaan macalimiinta naga saaciday meelo badanna practical baan tagnay halkana oon ku qaadanay dibaddana oon baxnaa practical oon kasoo samaynaa waa adigaa wada arkaya alaabtii marka hore ardayga waxaa la baraya basiga layrhku qaabku xudilo iyo layrhka cabirkiisa intii inta fooltiyo inta ambiiriyo halku layrhkaas wax ka dili karo ayaa la barayaa bacdeen marka intaa la baro haddana wixii waxaana lagu siiyaa si sawir baana lagu siiyaa sawirkaa qofku waxa shayga keliya wax lagu fahmaa waa sawirka sawirkaa qofku markuu si fiican arko kadibna hortiisa ayaa alaabtii la dhigaa si toosa u xidhxidhiidi baa la dhaa si toosa ayuu xidhiiriyaa si toosa markuu xidhiiriyo uu indhihiisa ku arko wuu fadhiistaa arday kale loo dhaa ardayba marbuu xidhiiriyaa samuuradanana loo dhigaa sawirkan samuuradana lagu dhigaa waxaa kaloo intaa noo dheer laydhka sida guryaha loo geliyo oo la baraa bilaawo horeeya ayaana lagu baraa waxaa kaloo noo soo raaca sida loo hagaajiyo qasaaladaha daynabooyinka waxyaabaha suuq oo kale ayaan tagnaa meelaha wax ku xun yihiin oo dhan ayaanu soo samaynaa annagoo si friya ugu soo samaynaa oo practicalna kusoo qaadana ayaan suuqa kasoo samaynaa waxaa kaloo intaa noo sii raaca maadooyin ayaa noo raaco oo farsamo keliya haddii loo dhigo de waa shay iska qallalanoo in maadooyina loo raaciya ee ardayga noqonaysaa qasbiyan maadooyinkan way noo raacaan waxaa naloo raaciya chemistry physics maadis maadooyinkii naga saacidilaa ayaa naloo raaciya waxyaabaha xisaabaadka la xidho dhan oo naloo raaciya aluminiumka quitga qalabkanaan sameynayna waxaan sameynaynaa bahaladii waxaan sameynaynaa daaqadaha ay waxaan sameynaynaa daaqadaha ayaan sameynaynaa aluminiumkan nahay maimaan garanayn laakiin iminkaas halkan baan ku bartay waxyaala badan baan ka faaiday halkan iminka bishii labaad baan maraya bishii labaad baan ahay bishii labaad baan ku jira wallaahi aad iyo aad buu noo anfacayaa oo cilmi faa'iido badan aad iyo aad baan ugu faraxsanay ha ilaa iminkadan anoo laba bilood jooga waxaan ku kalsoon inaan ku shaqaysan karayo imika bishii sideed baa ilaa bisha labiyo tobnaad bay socon doontaa ha waxay ka ilaalinaysaa dabayshii waxay ka ilaalinaysaa wixii cayayaan ahaa oo dhan bay ka ilaalinaysaa waxay dheeraynaysaa cumrigeegina tamaadku way dheeraynaysaa adina way soo qabanaysaa energy oo dhan bay usoo qabanaysaa waxa o dhan bay ka hor joogsanaysaa marka waxay noqotay sideed bilood ama lix bilood inay shaqayso ugu yaraan oo marna ahayd leanna kuwa kale dibadda ku yaala cadceeduna way dilaysaa cayayaankuna way u jilicsan tahay hore u dhimanaysaa marka tan alxamdulilah waxay noqotay intaashii ugu horeeyay insha allah sanadka inays buuxisaa loo baahan yahay yaan rajeynaya dulah ila sha allah walan huwa fi lakhiir naam wa kulu lmashruuc kullu lidacm alyatiim naam huwa mashaariic waqfiya naam tfadal tfadal
beeraha ma saracna. أي واحد سود وين ما أنت ماذا إحنا كحين كسومال الآن مستر عبد الرحمن سيلي عيو يفتي قال صعدة هذين نقطات هلا ياش عيد ما شرفت أبدا وسير هذا يو محوها مرتي كلا شرفت أبدا مستر سيلي سود وين قام فرن واحد سود وين تري فضل وسير كحبر شذا وكنا مده هو والد كماشة يو يو سير عدار وأخذ دم سن تاجن وسير سود يا إنك استأنا مقاعدين ودستحين ونسود ويننا بده إحنا كنا جوا حقوق هذا هالك دور مادو هدينا قطب مادو إنك ساينس كا سوشيال كا يو كمبيوتر كا بده إحنا سودو مرة خلاص بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مركو وادواني سلامي يا مضح شرفت له نسوز زيارتي سكول كينا حلينا قاعمو فرنك سودا وهذا مجمع الكويت للخير التعليمي هرقيسة. أنا يوم مقعي عادل إبراهيم محمد كترسان أردي ركتاين فوم تو إذا حلينا كسودا وهذا مرلا واد يمرس دحاد وما سنتين والله أدبا أفر حسنا أحبر شدان قيمة لأيو هاي قيدو سرايو وحن رجينا إنان إنا نخون دانو نيكوس إنا نخون دانو سومالا نيكوس إن شاء الله. مادونك اللي عندك محاكمة ذا؟ مادونك حاكمة ذا كمبيوتر كي ساينس كي and math كي biology كي يو جغرافي كي history كي يو مادون فرق بدن. سكول كان واي سكول تيله يقيم له معلمين تيله يأرضي ونكسن يو معمولة في عن سكول كان أدي أدا وجعله. السلام. سودا وينو مانتا وفتي كان أدا كقيمة هي قيالة وقامين مدحين كحينك عبد الرحمن سيلعي. halkaan taagan tahay waxa weeyaan oo iskoolka aan ideal secondary school ama kuwait qaybtana soo gashay waxa weeyaan waa labki marka labkan ardayda waxaan ku tusnaasay inay muuqata waxyaabaha practical ka ardaydu ay sameeyaan ama biology han noqoto ama chemistry han ama physics marka uu noo kala saarin yahay qaybtina waxa weeyaan waa chemistry waa biology labki weeyaan chemistry labki waa isna jira physics labki waa isna jira oo gooniya waa meesha ugu horeysa wadanka iskool laga helo saddexda aan lab iskool wala ayaa weeyaan الحمد لله هل سيدنا يوم قتالك مرايد وين بان لوجود جسنا مركار تدو حكودا وسينا وحب كل بوا وحي عشرة ضاي بيجان لا تعلقه أيام قدسنا قل كاير شيء شيء سجن وحن لوجود شلا قلب كي كيمي كليس كورن وحي لحيلك كيمي سريجا ها استور كي وين حق كليس لو حيالا وحي بيرو تيجا مودل الذي يردن سكالا تلكي وحدن وحي نتسينا يجون لوجود شلا وحين تان نودر أنا قلفت كي يا معلمين هان يا أرضي هان وحن سمينا مودلس عصب بان سمينا أنت دلك دبديس نلوكين لا annaga isku deeyneena wax badan sameeyno runtii hadaad imkoo soo dhaafteen xagga gudaha ku jiraan wax badan annagu sameeyna oo naxtiraanay ba jira oo aan kaga maarmaynay wixii dalka dibadiisa alxamdulillah nooga imanay een halkana briefing table-kii iyo sawirradii iyo activity-yadii aanu qabarnay ba kaaga muuqda oo ardaydii iyo macallimiintii hawsha sameeynaya marka een waftiyaad baan soo dhaweyna waana ku soo dhaweyna madaxweyne iskuulka ku soo dhaweyna alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala nahnu fi hadha alyawm fi ghaayat as-sa'ada لتشريف مجمع الكويت الخير التعليمي بزيارة معالي نائب رئيس الجمهورية والسادة الوزراء جميعا فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مكانكم وفي هذا الصرح العظيم الذي نفتخر به جميعا. هذا المجمع يحوي أربع أبنية تعليمية مكان خاص لتدريس الفتيات وهناك المعهد الحرفي الخاص بالفتيات وأيضا المدرسة الثانوية التي نحن فيها الآن والمدرسة الأساسية والمدرسة الصناعية. عدد الطلاب عندنا بفضل الله 850 طالب منهم 450 يتيم والباقي قبول خاص والقبول الخاص هذا من أجل دعم الأيتام وأيضا هناك بعض المشاريع التي تدعم نفس المشروع وهو كفالة اليتيم فعندنا على سبيل المثال المزرعة الوقفية والمدرسة الصناعية والمخبز كل هذا يدعم اليتيم بالإضافة إلى المستشفى الدولي بهرجيسة ويشرفنا في هذا اليوم أيضا وجود الدكتور عبد العليم وهو مدير المستشفى الدولي بهرجيسة والتي أقيمت خصيصا لدعم وكفالة اليتيم. أنا الآن أعطي الفرصة لوكيل المدرسة الأخ الأستاذ عبد القادر يعطيكم فكرة
عن المدرسة وعن العمل أو اليومي للطلاب في داخل المدرسة فليتفضل مشكورا. آدي آدي أن أقف فرح سنة رنتي وقشدين قالقة دمانتين سودة وادة وأن أقف فرح سنة رنتي إن نصاب وقتان شكرا لك. Thank you very much. Runtii siyaad ka warqabtaan dhamaan iskuulka waxa weeyaan wuxuu runtii isku dayaa amaba ay tahay inuu caruurta Soomaaliland waxbaro. Waan aragteen runtii dhamaan inay u dhanyihiin tasiilaadkii iskuulka loogu talagalay, sidaasi la midna macallimiinku waa la fayda oo runtii ku yimi imtixaano iyo qualification ay haystaan ayaa runtii lagu shaqaaleeyay oo si imtixaanka fair oo neutral ah ayuu dhacay. Taa markaynu ka imaano runtii iskuulka waxa weeyaan wuxuu leeyahay secondary iyo primary. Iminka qaybta aan joogtaan waa primary school, waa secondary school. Wuxuu ka bilaabanayaa galaaska todobaad ilaa iyo galaaska form 3. Waxaan halkan joogay iminka oo xaadir ku ah maanta iyo wixii ka horreeyba 207 arday oo runtii from 7 to form 3 ah. Aad iyo aad ayay runtii u haysteen tasiilaad fara badan oo dhammaan wixii loo baahnaa ee iskuul looga baahnaa, hadday noqon lahayd library-gii, laababkii kala duwanaa, kombiyuutaradii, buugtii iyo macallimiintii professor garay lahayd oo dhigi lahayd runtii oo ay ku filanti ku ahaa u qalma muddo badanna runtii wax soo dhigayay iskuulka. Siyaabaha macallimiinta ku selecta garay waxaa ka mid ah kasoo qualification-ka experience-ga macallinka uu leeyahay oo runtii ah mid aynu hubno inuu kaga soo bixi doono waajibaadka macallinimo iyo mas'uuliyadda saaran ee ah waalidnimada iyo macallimada labadaba. Runtii sida arkaysaan iskuulka ardayda joogtay waxay dhigtaan buug Somaliland ah 7 ilaa iyo form 3. Sidaas oo kale sanadkan waxaan ugu talagalnay inaan ku soo biirino curriculum ah English curriculum oo halkan lagu tababaray macallimiin 20 macallin ah oo wareeg bishii hore ay wasiirada nagala soo qayb galeen oo runtii halkan anigu baan ka mid ah anigoo maamul ah hadana dadka ka qalin jibiyay oo macallimiin British halkan ay nagu tababareen oo ay noo tababareen kasoo macallimadii yacni sidii aan buugta ayada ah Ingiliishka aynu runtii ardayda u dhigi lahayn aan u sii ayaga qudhooda ugu dhaadhicin lahayn. Alxamdulillah imtixaan adag bay naga qaadeen. Imtixaanada waxaa ku jira hataa thesis-ka iyo buugtii la qorayay. Dhammaan macallimiinta grade wanaagsan ayay ku baaseen, shahaadooyinna waynu qaadanay, qaar kalena waynu sugaynaa. Intaa macnaheeda wuxuu yahay in macallinka tababarkii uu hore u haystay loogu biiriyo curriculum-ka Ingiliishka iyo system-ka uu ku baxayo iyo siduu u baxayo dhammaan. Marka iskuulku waa iskuul noocaas ah, waa iskuul aynu filayno insha Allah inuu soo saaro arday wanaagsan, mustaqbal wanaagsan, noqota insha Allah madaxdii Barito iyo mustaqbalkii maanta. هو أحد المشاريع الاستثمارية التي تتبع لجنة إفريقيا للصرف على الأيتام الموجودين في المجمع الخيري الذي زرناه الآن. نحن في انتظاركم إن شاء الله أن تأتوا إلينا في المستشفى الدولي. وألخص أن المستشفى الدولي كمشروع يتلخص أهدافه إلى 3 أهداف. The aim of the international hospital can be summarized in 3 points. The first point, provide medical service for all Somaliland people to avoid or at least decrease the need of traveling abroad. The next one is providing training and skill transfer to doctors, nursing, technicians and all paramedical personnel. In addition, the third one, which is more important for us in the hospital, is providing medical service for very poor patients.
Alhamdulillah, during 2 years, we finished 15 conveys in all areas around the Somaliland areas. In Adadli, in Salahli, in Bilgobedli, in Abdal, in Boroma, in Gebeli, in Ugali, in Degali, in all areas around the Somaliland. And we putting a plan, complete plan, in the next year, bi-iznillah, to cover all areas in Somaliland people, to provide medical service for very poor patients. During each convey, we're doing medical examination for at least 700 patients and providing medical treatment in addition to selecting people for surgery. أتمنى أن تزورونا في المستشفى الدولي بإذن الله وهو أحد المشاريع التي تتبع لجنة إفريقيا ومرحبا بكم مرة ثانية في المجمع وننتظركم أن نرحب بكم إن شاء الله في المستشفى. طبعا لكل مكان فارس ومع فارس الميدان والأخ إبراهيم جورة حيث أنه قائد المسيرة مدير مكتب إفريقيا الإغاثة إن شاء الله تعالى ومبارنا شرح بدن ومبارنا إن بدن بندي كان نيري محاي هيدا تيفياش وانكوال هذا الله كشرحني وحاج جيروردن مشروعا سدو أها يسدو كي يميدي هالكن وان أسو وحويا حركة حراني ميرا بدن ما الله سومرني سانوسو تكوبيني نوسو تكوبيني لأي وحو نواصل إن شاء الله تعالى مركي الدولة دين سومالي لأنا لقرب جوكستي إن المشروع هالكن كانو ومشروع looga baahna Soomaali waxa weey Soomaaliya oo Muqdisho loo jiiday oo Boosaaso loo jiiday oo anakuna khasab kaga soo dhignay inaan keen halkan Ilaahayna uu nagu guuleysay inaan halkan keen aan markaan keen alxamdulillaah dadku mayna filaynin mashruuc sidan oo kala Soomaaliland ina laga fil laga sameyn karo dad badan waxay dagaal nagu la galeen ma Soomaaliland baad yaatiin inku mise waxa tiin urur khayriya ma waxa weeyaan goonistaaga Soomaaliland iyo waxa weeyaan taageersantiin dagaal badan bala nagu soo qaaday laakiin waxa ku guuleysanay alxamdulillaah ina mashruuca halka soo dejino waxaan u maleynayaa dad badan kama qarsoono mashruucan halkan laga sameeyay wuxuu indha u noqday dad far badan oo dibadaha naga jooga 25 milyan oo dollar dadka wadanka galiyay ururkan baa kamida marka laga bilaabo mujamacaad arkaysan ragu ku jiraan iyo kuwa gabdhaha iyo beerta iyo dhaqtarka dadka ka shaqeeya imika marka Boorama iyo Hargeysa la isku daray waa 600 oo qof baa ka shaqeeya aqoonta ku jirta oo inii sheegay ciid waxa weeyaan 400 wax yar baa ka dhima 400 kontan wali ma gaarin waxaan ku jirta dadka kaleena waxa loogu tala galay mashruucan wad ogtiin intina badan waxayna soo martay heedada fara badan heedahaay waxay sameeyaan inta badan mashruuc bay bilaabaan markay bilaabaan waxay yiraahdeen barjadkii loogu talagalay naga go'ay nimankan waxay ka fikireen maskax dheer waxay yiraahdeen war mashruucan hadaan maanta saa qurux badan dhisno inuu mashruuca meel iska taagin waa inaan loo sameeyo ila dhaqaale oo wadanka ka soo baxa oo lagu fangareeyo agoonta meesha ku jirta inay mar la istaagin waxay ka baqeen 1999 markii lagu soo duulay Kuwait mashruuc sidan oo kale ku lahaayeen Aasiya iyo Afriqiya meelo badan ba istaagay waxay yidhaahdeen marka inay meesha istaagir mar labaad haddii Kuwait maanta lagu soo duulo oo Iran ku soo duusho ama ta Suuriya Allah u sahlo iyo Iraq waxa ka dhacay haday ka dhacdo inuu mashruuca istaagin oo sii socdo hadafkeygu waa taa saad daraadeed waxaan u sameeynay dhaqtarka international hospital ee aragteen beertaas oo aragteen waxa ka soo baxay dhamaantood waa wax ku soo galay agoonta codkeeg dib ugu soo noqonay inta waxa dheer mashruucan markaan sameeyneynay waxaan doonaynaa inaan mashruuc kala sameyno laakiin dadku waxay yiraahdeen war mashruuc maxaan sameynaa Djibouti baan ka soo shaqeynay 20 sano sidii Djibouti oo kale aan ka dhigno Djibouti sanadkii dhaweeyd bay soo gaadhay 160 inay isbixiso oo ay bariyada ka yaraato marka taas alxamdulillaah inakuna rajaynaynaa Soomaaliland inay halka gaadho waad arkaysiin oo dhaqtarku soo doktorku ni sheegay kuma eka oo lacagta halka ka soo baxda ee aqoonta loogu talagalay inaan lagu qoodiyo ama koodkiga soo gasho halka kuma eko waxaan ugu talagalay inaan tuulo kasta oo Soomaaliland ka tagno oo waxa weey ka soo qabano mashruucyada ayadu waxa ku mara inaan isbalaarin sameyno Soomaaliland oo dhan maaha Hargeysa iyo Boorama ma aha waxa weeyaan dhamaanteed waxa weeyaan inaan gobol kasta iyo tuulo kasta inaan tagno oo gaarsiina caafimaadka oo gaarsiina waxbarashada labi iyo afartan wadan ayay hay'addu ka shaqeysaa labi iyo afartankii wadan wadanka kaliya ee ku guuleystay maanta beerna la sameeyay waa Soomaaliland walilaahi alxamdu
تاسنا ودال عن سميني عن آد أو أنو سميني مركز تكلأ وحن أنت بدن كده دال حفيزكو وحفيز أفريقيا أو نك الشقية يا آسيا يا عرب أو نك الشقية حفيز كهرجيزة صدق هي هذا كله هاي هل كان براش وقفرتان ملك لنا هيدقيه المها هرجيزة على جمع مولا وحن هوسي ماده حفيز كان أنو هن مال حكاية هوسي ماده سوماليلان أو يبورة مكملت هاي بوتلان سوماليا ومقدشة هي كلن كشنات أنت هذا هوسي ماده وحن هل كان سمعنا لكن إن حوج صارنو أبود يقروح ده فربنا يجرجر يسجرب تاج سومالي لان إن واحد بدن فلينا هلكن وحنو ملاينا يا ضد بدن وأجيه مركم مدحوينو تاجي أنا كويت تاجي ضد كي وحن كل دير وسيرتي تاجي بركود إن أنا أول مدحلا كل ما حفيز كاجي الحمد لله مدحوينا يوفتي لصع ولا كل من وحي كوجو ليستن إن الرسالة دي يورقدي مساج كي نجارسيان أو مهندقين الجارسيان وحرمركين الجارسيان ما شاء الله إنه واحد بدنا كعد صدين وحيد بدنا إن شاء الله تعالى وصو صعدة وحنرجعنا إن شاء الله تعالى إن بدنا وحن لهين وار ما لها وادير جابين يسينه هل كي وح كير سيهين مركا وح بس ماهين لكن أنت إن شاء الله تعالى وحن كده دالين إن المشاريع ده آدوا في وبلارينه سنة كلامك وحين أقول هذا إن بورا ما بيرك سماهنا دكتور كي أو واحد وين ترناش روس بتال إن بورا متكفرنا إن بيرتي كسماهنا فرسامي جا أنت كسماهنا إن شاء الله وحن تجنوا كلا برعة أن دراسة كوسو سماهنا أن صو أجنعي أن كتجنعي سيارة أفر العطن ساعة قاطون ميل كست تجنوا ضد كلا كلاني باهيدا هن أرجعني كجرتة سادر هذا إذا سنة كان إن شاء الله تعالى صو صعدا أي برنامج كنا وجرت هذا دولا هيدا وحن وجرت الله سعانات وحن وجرت إن صدا أسس عنن قبل كست أو سومالي كمذا إن كتجنوا مشروع مشاريعنا لمذا هدول كينا كدو إن شاء الله تعالى مركا أدب ما تنتين ونقصوا دويننا مرلبات يا مرصد حاضبة وحن سجارة حفلة وقوم هالنقيا قدوميها إن وحويان حفيز كسم فلكا أو هذه الجير تنقرب جوكته قابين يسوك مرنا اللهين هذه الجير حقه رأى إيوه وسيرة ده وسيرك وقافته سجنه أو يسوونه أو وسيرة ده حوجة عبد الرحمن بروتوكول نعم تذكر فاست فاس هذا الجير ولا شقين حقه هي هذا حقه وح برشرة لوسيرك يبقى جوجا أو يسوونه أنت بدن نرجل نحويان القرب جوجا كرون العض ما حجرنا العين حين فضلاً ومركز ذاتكم نوصوا ذاتكم حوجا نوصوا قلي سو أرضا ينوي بدي مركز ثاني نقرب جوجا مركز دمنتود ويني ولا مهندقية عطاني فينكم مدحتويدة دمنتود أدب مد مدين مسوق هذا كراي وسير بدن بجوجا لكن وحن الله أدب نقرب جوجتين قرب جوجا هنقرب جوجتان وح بدن بوتري سنة كان جديسة إمي كان كوجنا بشيء طبنات كوب يلا باتن وفتي بدي أو كويت يا قطر يا سعودية يا بحرية كصعدة. دم أنت وحي أركان سومالي لان وناجا كجيرة عفمات كجيرة نبض جديد كجيرة دم أنت ويسوي دي وحن إيران ورجع قارقود وحي دهيم بقى. سومالي لان وحربها أنا وحن وهرلا ما بهذي جيبوتي وكان لبيد متيدينا لأنه جيبوتي وحي أركان كرايل كي يدل بيسو أركان هل كان مركي مادم الجديد ناجا قروح ده ياكم بليين بيري مركان جينا وحويني كسوح كلها الحمد لله تنو كلا نمسهم بري. مركز سومالي لأن وحن قاضني شرفتي وقوة ناكسليد وقوة روح بنيد أيان كهاي سنة حفيز كي الكويت إن شاء الله تعالى كل كي تمادم مدح السراء أوت تمادم ماش وقوة سيسو أقوانتها شرفت هالكاس يكت تمادا هالكاس ولا هيني نوجر جاريا خير كنا كو جارينا ومضي أوكي وقوة سي أقوان كي سام مدح وينك حبيبك وقرا فريسة لس وقرا فريستو ومضي كاس تبي يقولي سنة سام ماش يدون هنوي جاريسة مركز آد ماني نوم هاد نقيا سيارة دن آد هو ناكس آد كهو ناكسن آد نوقو تمادين آد قيبها أو نكو سمرتان سلو ينو بلنقا دكتور كنا إن شاء الله واحد تون دوري نادو لهاي راه إن لتقو قيبت عافي ما تكنا دكتور كلا سوا إيجو إن شاء الله تعالى مدح وينك حبيبك وحن كعو سنة بيش طبنا سودن كي إن شاء الله تعالى دكتور كي بورو من إنا فرتها دو لهاي راه وأنت ناشل هوسبيتالا وإن شاء الله البلارية قلب بدن الله كيانه سلو ينو شاكي إسكان سيتي إسكان كي والله كيانه وحن طونينا إن ما ترتن وسارة عافمات كان لا ترتمينه وحن ضانينا إن نجرب جوكسن وسارة عافمات كون مطانا نقنا أن ولا شقينه مركاين كنا نجرب بشين أت بدو مهسنتين دولة الصومال لأن مدحوينها إلى مش واسع سوادا دمانتين أت بني وهم هنقينا وأن سلامنا والمهسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين محمود ديري أيان متقنسين دونا وسير عداني وسير عبد الله دينتي وقافتة وسير كريمها جودها مدحوينا كحيك نو إن أصحير دونا آمين خليه تفضل بدل مدحوينا aniga waxa hukoomada ka tirsan si gaar ah sharaf bay noogu tahay maanta inaad soo booqato
adiga iyo wafdiga guud ee wasiirada sare ah ee xaruntan Kuwait aad iyo aad baan hay'adan uga mahadnaqayaa sida kulli Ibraahim idinka soo sheekeyay anigu waxaan ahaa wafdigii ugu horeeyay ee Djibouti u tagay anaga iyo Ibraahim Guura iyo si ay tan oo kale nooga dhisan markaan Djibouti aragnay iyadoo ka dhisan ay naga aqbaleen inagu yiraahdeen dib madaxweynaynu ogolaado waan idin sameeynaa isla maalintaan soo noqonay madaxweynaha aan codsigii u keenay isla goobtii anagu madaxweynuhu taagan uu nagu yiri waliba dan guud hal la siiyo dantii guud bay iyagu diideen ay yiraahdeen maadaama Soomaaliland ay tahay dal imka soo kobcaya waxaanu jecelay inaan maalgelin ugu sameyno ka iibsano sidaasan goobtan maalinta aanu dhagax dhigii halkan looga iibiyay oo loogu bilaabay guud ahaan horta hay'adani waa hay'ad xukuumiya oo xukuumadda hoos timaada gaar ahaan xafiiska samafalka hoos timaada waxaanu u sameynaa had iyo jeer ale wixii cashuur dhaaf ah ee dalka soo galaya qalabka aragtaan dhismaha aragtaan wax aliyaalo wixii u yimaada cashuur dhaaf xukuumadda u sameysa aad iyo aad baan xukuumadda uga mahadnaqayaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa oo si gaar ah halka nagala shaqeeya wasiirka diinta iyo awqaafta Sheikh Khalil oo had iyo jeer ale isna ah dadka garab taagan wasiirka waxbarashada oo si gaar ah u khusaysa maadaama ay meeshu waxbarasho tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga oo runtii la'aantood aan la shaqeyn karin oo nuga mahadnaqaya Cabdullaahi Fadal goor kasta iyo goob kasta oo taaganahay had iyo jeer ala ciidanka nala garab taagan oo halkan aanay runtii wasaaradda arrimaha gudaha iyo Cabdullaahi Fadal la'aantood aanay socoteen aad iyo aad baan dhamaan xukuumadda uga mahadnaqaya waxaanan arkaysaa sida aad aragtaan waa mujtamac weyn oo inta ay idin sheegeen in ka badan inta Soomaalilandarka ee ka shaqeysa shaqo abuurka ayaa ka badan waxayna taraan wax soo saarka beeraha wad arkaysaan qalabka imka dhalinyaradeeniba lagu tababaray suuqa lagu iibiyaa way ka iibadan yihiin kuweynan furniture-ka suuqa yaala iyaga ka iibadan oo aad iyo aad iibkoodu uga badan marka waxa ay wax ka badan bay sameeyaan in tan oo kale insha Allah aanu ku codsanay in magaalada madaxda labaad ee burca ka dhisaan ta kalena ay insha Allah ka dhistoona laascaanood haddii Allah ka dhigo oo gobolada barina inta dambe aanu insha Allah xagga dambe la marin doono maadaama caasimada ay ku soo horeeyeen marka waxaan leenahay wax qabadkaas madaxweyne waan kugu soo dhaweynaa sharaf bay noo tahay xukuumad la'aan haddaan xukuumadu garab qaban ama aanay nabadgelyadu jirin waxa sameey jireen marka aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee qiimaha leh waxaanu jecelahay inaan mar walba soo booqataan oo meeshuna idin furan tahay waxa iyo wax ka badan dhaqtarkana waa dhaqtar lagu daweeyo wixii dabadaha lagu qaban jiray waa ka madaxweynaha iyo wasiirada Cabsuume waa arki doontaan insha Allah aad iyo aad baan xukuumadda si gaar ah ugu mahadnaqayaa si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa Dr. Cabdul Caliim وعيد وإبراهيم وكل ما من كودو دان إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وحويان ساد أركستان دي حروم تاني وحروم اسكو جير تنو أي بضان وحقي وحصو ساركا يدين عي وحبرشادة إيا فرسما دبا كوبيسة فرسما دي قبلها يتسو أركتان فرسما دي كلا إيا مقران ساي ويلش عيال كان كوبراني ونوعي كلا دوان لي إيا وحبرشادة عادي هايد با way ka socotaa xarunta ballaaran ee wax soo saar kale waxaan u baahanahay maanta inagu farsamooyinka gacanta weeyaan aan u baahanahay baayada u qabnaa waxaan codsanaynaa in la ballaariyo farsamooyinka gacanta maxaa yeelay dee waxa weeyaan waxaan u baahanahay way idinka arkayay inamada shaqo ma waayo inagu hadduu farsamo barto ma waayo laakiin wixii kale waa iska bateen aad baa barnaamijka aad ka sheekeynaysay inaad gobolada ku fidinaysaan aad baan u soo dhaweynaynaa waxbarasho ahaan waanu ka wada soconnaa odayaasha wixii la xidhiidha siyaasadda waxbarashada iyo manhajka waxbarashada waa caruurta wax loo dhigayaa dee waa caruurteenna qolaan shalay ku wada hadlanay door raad ku wada hadlanay suudaaniinta warima caruur jaaliyad suudaan halkan degan jaaliyad suudaanihii miyay halkan degan tahay ood manhaj suudaan u dhigasaan ee waxa weeye jaaliyadda hadday jaaliyad suudaan inii degan tahay manhaj suudaan u dhiga laakiin annagu caruurteedii weeyaan caruurteedu damadaanta dubluq baa jaaliyad noqotay suudaana marka ujeedadeedu waxa weeye cid kastaaba hay noo dhigto waxay in siyaasad waxbarasho iyo manhaj isku mid ah caruurtu ku soo baxdo weeyaan haddii kale waxa kale noqonaysaa dad araa kala duwan wata oo falsafado kala duwan wata
ودنا كل دوم وطا ينو صباحيا مركز عين أم دينو سكح دينا عينو تا وانكوا صعنا أول المركز الرئيسة هو معي عند برال أحمد هي أنا نو قابل سن سكح مركبنا حريري مركب وانو إسقابلنا وانو هشيني متوافق أريمها وحبر الشدة وانكوا صعنا وانو ديري قلنا إن بدنا هل كان عسو مدى إنه سميني مرتقاديو وان من آد هي آد أمي ذكرة وهولها الصعودنا هذلك كالصعودنا آد ولا صعود ويان يوهي هذلك وانا ساي شيئا مستقبل كدن به أي كفكرة يا سيدي هاوش عسي وسي جوك توبي لهيد والله لقى أدون كان يمكا أما رترك صبحو أما بيرك صبحو أما فرسماك صبحو أنت شارة تجاس الصعودو لعتها ولا أوريا لعتها صلقو ضدونا هدو ساسان الله صعنا مدن مده ويني وحن كوجسوا دويني يا هل كان قابطن إن هاد كلمة دي مناسبة دا كوه بونايد يدي رجلين لحيدي يا عرس هذا وحي الله كولا نيبا أتكتر هذا مدن كسوا دو مدن تيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدن يالي مروين رمان مرتشاب ساقس كوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب رنتي ما أنت واحد ما أنت إنه فرحة إن إنه سكر ميرنا أما إنه أرجنا مريه هيدني قرن أفريقيا أو يمعاونة دي كتب دي ذلك الكويت بقر الكويت يا شعب الكويت واحتركي يوم أرتي هرمك قاعدين أرجنا أدي أدب دمانتين فرحة نقطة رنتي وعرنتي وما هذا غير كارة بقر الكويت يا شعب الكويت يا هيدا كارهان ان سمارت السومري معاونتني ولمانتو ترنتي دال وين وين اما مشروع ادو قيمه بدن اما مالجل ادو قيمه بدن دلك غليي يدو دلك الكويت كو كوبنين كليا تن امانت مشاريع واوين سومالان لغا فوليه رنتي اي كاتيمداي الكويت سدا مشاريع لغ لعقت لغ مالجليه ايربودو سومالان ارجسي بربره ان tan ma tan u fadhiin runtii oo ah arinta ugu qiimo badan oo waxyaabaha wax ka taray waxyaabaha baahiyaha keenay aasaasiga haday aqoon tahay iyo haday wax barasho tahay iyo haday arimo farsamo tahay iyo haday caafimaad tahay runtii waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqaynaa dawladda Kuwait iyo dadkeeda iyo hay'adaha marti ku shaqule ee khayriyadka keenay macaawinta leeg runtii ee muuqata oo runtii أنا أقول مشان نبدأ نكون سوي ونعكسه ودقيق قليلني سيف يعني وشو دويني ما أنت مدر كيدنا رتي عارك إنه رتي إنه ما أنت موقتو سوي ونعكسه موقتو وحنا رجعين الناس على شكتين إن بلارسان أو قبل كله سومالا ده قرسيسان أو ملور قبل كسر كوي على تاني إنه إذا كان تحرنتي جودة تاي قبل هذا نكوي على تان ما تين لامع كوي على تان أديات بان رجعينا وأنا كفر حسن نمر ذات العدين een waan wada naay martay sanad kadib mana burca ku xigta waxa ka dambeeyay gobolka raas loo wadaya aad iyo aad barti ugu faraxsanahay wax kale runtii aan aad ugu amaanina dhamaan shaqaalaha kan jooga een maamulaha guud maamulaha martay ee iskuulka maamulaha caafimaadka runtii sidii hagaalanta ee uga shaqeeyaan hawshan uga shaqeeyaan anagu ka dowladahan waxa arabta hada la shukru cal waajib anagu dowladdi baan nahay inaan martay soo dhaweyno ona ki amniga qaabilsan ki samafal qaabilsan ki wax barasho qaabilsan maadaama wax la noo keenay oo maartay dhaqaale la noo keenay oo maartay horumar loo keenay soo dhaweyna waa waajib noo saaran dhamaantay aanu madaxweynay laayo ka hooseeyo marka isku mahadnaq weyno nool bay xilkiis ka soo baxo oo dadka inoo yimiday ee waxina taraya in soo dhaweyno deen inaga waxina taraya inaga arurtina xal baraya taas waxaan ugu tahay waajib muqaddasa haday tan tahay haday mashaariic kale ee martay in walaalena in ugu caawinaa carab taa macid kasta tahay in soo dhaweyno aan gacmo furun soo dhaweyno waan ku qasbanahay waan runtii ugu mahadnaqaynaa kuwaydana islaahay dawladda koowaad inay la mar waxa noqonaysa dalka caalamka carab ama caalamka islaam dalka koowaad ee macaawinta leeg ama mashaariic inta leego minadala dalkan galiyay inay yihiin waan u qirayaa
waxaan rajaynayaa in kuwa kale oo badan ku soo ay ku dayan doonaan runtii imaaraadka ugu dhisay wax badan buu noo qabtay suuudi baan ka sugeynaa qadar baan ka sugeynaa laakiin dadka oranaya sida maamulaha guudiiri Soomaalida ictiraafteen ictiraaf meesha ictiraafku halkiisu yaalaa oo dalkan ummadan iyaga go'aankan qaatay inay ummad qaran awalba jiray ahaa imika dib soo noqdaan laakiin waxa weyn walaalahayaga dowladda islaamka xaq baan ugu leenahay waxay siinayaan walaalahayga soomaaliyeed annaga ayna siin xaq baan ugu leenahay dabada labadooda siman oo walaalahooda ayaa nahay marka arrintu siyaasad maaha wixii horumaray siyaasad ma galo arrintan waa barnaamij horumara mid la in laynagu hanjabo ama laynagu canaanto laydhahdo maartaen soomaaliland baad maartay horumarinaysiin horumarku waxa weye waa mid inaga ka wadhaxay ummadda islaamka marka waan uga simanahay dowladda carbeed iyo dowladda islaamkaaba inay horumarka ay noo qaybiyaan ayna wada horumariyaan oo dadkan jidicsan ay maanta ka dhaqaalada ka gacan sarreeyaan inay wax taraan waan uga simanahay taasi taana cidnooga maartay gaban mayno cidnooga gaban maysiin meeshaad ka shaqaynaysiin xor baa u tihiin annaguna si gaara nii soo dhaweyna waa waxaana maanta taas suura geliyeyna amniga soomaaliland ka jira maanta suura geliyey in maarata mashruuc intaa leegay iyo ama mashaariic la midka dalka inay ka fulaan marka ummadda reer soomaaliland waxa leen guud ahaan ha la soo dhaweeyo waa maalgelintu way soo socotaa ajaanibku hadduu yahay islaam iyo gaal cid kastaba saaxiibadeenayna maarata inaga shaqeynaya horumarku aad buu fara badan yihiin waxaan ummadda reer soomaaliland ugu baaqayaa inay soo dhaweeyaan horumarka gacmo furan ku soo dhaweeyaan hadallada dacayaadka iyo rakhiiska laga baxo guud ahaanna waxaan leeahay waxaad moodaa baryahan inay inagu fara badan tahay waxa lala qabyaalada iyo hadallada halahaynta in laga daayo miidiyaha iyo maarata saxaafadaha qabyaalada laga daayo in waxaanu xisbiyadoo samaysanay inaynu kaga maarano qabyaalada oynu isku raacno mabaadiiy iyo afkaar isku raacno shacabka reer soomaaliland waxaan leeahay waxaad ku tartamaysaan ama aad wax ku kala dooranaysaan ciddii wax idin qabatay ciddii wax idin taraysa iyo ciddii idin soo bandhigtay barnaamij caqligala oo leh kaa maanta xukuumadda kulmiyada ku ka wanaagsan baa wadnaa cidda idin soo bandhigta waad ku dooran kartaa laakiinse wuxuu inuu qabyaada naga noqdo iyo yota inaga noqdo iyo caytay naga noqdo oo baahnin waxaynu u baahannahay inaynu si xalaal u tartanno tartan xalaal aynu galno doorashooyin diyaar baynu nahay doorashada madaxtooyada insha allah waxay noogu hadhan waqti kooban weeyaan haddii aan la yidhaahdo haddii wax force major ayna dhicin sida maadaama ay dhowdahayna xaaladaha waqtiga inay inaga gasho khalkhal inagala siyaasadeed ama amnigeenu inaga khalkhal galoma diyaaruma nihin ka dowlad ahaan anagu waxaan idiin sheegaynaa in gacan bira ku qabayna amniga oon cidna laga yeelayn in amniga maantaan haysano ummadda reer soomaaliya haysato in khalkhal la geliyo cidna ka yeeli mayno walaa ku dibada baan laga yeelayn walaa dalka gudaheega jooga ayaan laga yeelay sababto amnigu waa shayga ugu muhiimsan ee maanta aynu ku noolahay in horumarka iyo maarata quruxda maarata ku haysano maanta in badan oo walaalihiina inala qabin dowladaha jaarkeennu aynu hayno rti weeyaan aad iyo aad baad mahadsantihiin mar labaad mastaxaadna waxaan u mahadnaqayaa walaalihiin maantaan soo booqanay hawsha fiican iyo shaqada wanaagsan ee halka hayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa mar labaad iyo mar saddexaad asalaamu calaykum. Thank you.